بسم الله الرحمن الرحيم عفوا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الأخيار وبعد وحلقة ذي نيلا بعض وكساب سنة أمورها إسلامك أمورها إسلامك وحن هرئ أسو شيئي أنا وحيابا بدأ كالدوان كتناول الدونو كقاعدة ديك الدونو هذا يتهي لنك تريتانك خالقة هذا يتهي لنك كتعلق ذا إن إرجدي إلهي الصادر سبحانه وتعالى إيه هديته هي وحيابها كنت تعلق تاريخ ذا أموره جود إسلام تاريخ ذا جود الدنيا ذا إيه مسائل فربضا حلقة دي كوريس حلقة ذا وحنقص التناول لي إن ما دام أي شيران ضد يو إن ملحدين أو إلهي أن اعتراف سنين شريتان كيسة أو حنقول هذا تذكر أفكارنا كوه الله اللي يرد لنا إن التناول الله أن أكمه إن محاد دليل أجريتان كخالقة أم أود كضم بيس كون كان سيدة أضبا وحيابيان صوتنا والله وحاكم بذها إنا نري محاية السببت أن أوكال لفيس إنا بحثينو أو أنكشيك إنا أرادينو أود كضم بيس كون كان أو لغمك عابو إلهي أم إبويني مسألة اللي بعضهم كذا اللي حقهد وبالتالي هدان قرنهم حكر رتماهية معرفة خالقة أما أبوره كون كان حكر رتماهية مسلسل تحضر حقيقة الدين كإلهي جاء إلهي اللون السبيي محوكة الله محاكة جاء أدن نولش بين آدمك أفر قضب أيان أصوك على قاضي أو حنك الله هي إن دليل كعدين هي جريتان كأود كون كان كدن بيسا أما خالقة أما إيه بوين سادون طوع عبر وبالتالي ويتيران ضديو درحي أو يلي dadk mulhidinta oo in kirsan jiritaanka khaliqa aan waydiina marka koobaad maxaa daliil oo cadeynaya inuu san jirin koonkan abuure ama awood ka dambaysa oo loo yaqaan Allah ama ilaahay ama eebowayne ama waq afkan hooyo dadk nadariyadaas darxiyo waxa kamida sheekh sayid kamal haydari وحلقات بدنا أوسمي أقولوا مجابو حوار مع الملحدين نظرية داس درحنا يا أما سؤال شو صار لك هيا قالوا حن ربا إني ملحدين تيجي جوابا لكن أنا بالعكس وحن أرن لها أن مرك هرقف أنا كمؤمن كا سوق جريتان كألا أنا كأو استعمالها هي دليل عقلية أما أود أما محن كل هذا أود علمية وكسب سنن كعقلية إن أدلة تصنعيسة جوغيتان كأبوراها كون كان إنو جوغو أدلة تصنعيسة ولي با يهي مفيد مفيد معنى دوام حي إنو يهي ميد كون كان سيداي أو نعموين كسيداي أو مفيد كا إنو يهي نولاشان ميد يعني فيديي إنو يهي أدي أدب أفر بضانتا وين بضانتا هاي لكن آنيقو سدح أدلة أو عقلية أيان كهل الله يهدو الله إنو دليل كوكوة دوام ميد كاللو يقانو برهان ونظمي أما قاب اسمها أما قاب صعودك عالمك كونك دليل كلابات وحاول ينمت كلوي قانو إن برهان الحدوثك سو دريتانك دبك إماشها عالمك أذوق حتى فرد كم إذا عالمك أما الشخص كم إذا عالمك دب أنك تمت دليل كسد هذا عقلية وأن ربنا كان حاول ينمت كلوي قانو دليل الإمكانك أما إن صورة قلمتك سمينتا طيب أنسي أكله الرئيان أو أكله الرئيو وحنكون الرئيان يدليل ككوة بادوة لو يقانو برهان النظمي برهان النظمي ومحوية ودليل كالنظامك الدليل ذا تسينا إسا إنو جيرو إن أبوري أما أود كدن بيسا كون كان أو معمولها يحاكم إذا دليل لو يقانو أما برهان أما حجل لو يقانو نظمي نظمي معنيه سوامحي ومامل أبابلان تحنان تحا أو أصعد كونكو هذه لصفة فايحة نقول إذا هرت دليل كان ودليل كأو سهلا حق عقوشة يمحن كل هذا السود وينتها إن عدينا هينا تريتان كأبورها كون كان تحسن وحي نقول إذا إن وحويان وحن أركينا إن كسعده كون كانوا نظام أما تح دقيقة
ولا فهم كار إنه خالق كدم بيو إن ولي بس بديع أو حال دير أو أسمى يسيني هاي عالم كان أما عالم الكون كان أن شو جننا ومحاك قد أضاء قاب كقرع لبدن إن استوى مرك لهن إن استخلاف كلهن وقصة عنها هيو كاسوي إن مرك كله يقان النظم أما تحا أما مامولك أما توسنانتا إن مرك سيد الأوجي هاي نورشة إن بن آدم ك أما نورشة هل شخصي حبني سكر حياة أما نورشة كد حياة عالم الطبيعة مثلا أني يجيدها ضدك يجيدها نورشة بن آدم ك نورشة جيدها إن ونورل وحويان حريد كل سن توازن إسكود الترنان ينسجام سيد الأوجي هذاي إن الدراسوين فربضاً يبحث لجسم ما هي عالم كالطبيعة هذا. طيب إن تاسمر كمعنى هذا حويان ارتباط ككرد حينا يا محرير ككرد حينا يا نولها إن بن آدم ك هي نولها جذها وحويان ارتباط ما هي ذو ذكال دوانت هاي لكن سجود سوحرًا أن كلام مارم كريم بينما نولش كرد حيسة حمنها كرد حضو أيهين كو هل ما هي أكاكوبان أما هل نو أكاكوبان مركا آن رمنا إنان إسنو دليل كان يعدين تسي وداد اللو مري لها وحنو باهانا إنان كهذا اللو لبا مقدمو أما لبا هردح لبا دان هردح إن مدي وامد حسية حسي وامحي وامد حواس تاني يدريما ياشي نبا أنكو أرقنو مقدمات اللبا دان وامد عقلية وعقلك وحكمها يو وكهد الله مد دهورو حسي أنكو هردي وحويان مد دهوري سنو ذا أكسوني وحاجر النظام أما قاب سعود أما تح سائدة أو حكومة أو كون كردان كفافسا كاسو ظواهرتا أما مقالدة طبيعية هدين مي أي كشقيا تاسو إنسان كو أقران أيو وإنسان والبقو أركا أيو أما هكو قرتو مشاهدو يأركتو وكو أركا يحسي جيسا يدرم ياشيسا إن أما هكو أركو إن هكو أجادو أدوات كان إيو إن تكنولوجيا دلجاري إيو بحوث يا علوم دلجاري إيه أما يعني علوم التجربة وحيابا إنتي الاختبارية أو التجربية اللي أجادي قاب كأي قصة أذان ما نو والبنا سيت أطوره أو لسي أجادو إن علوم تا طبيعية أنا ما نو والبا إنا إنكشاف سي سمايني سو وحيابه هرلا لسو لسو فقه هيو لسو أغانا هيو وحيابها سو أبعاد إيا مظاهر عصب أو كو تعلق ذا النظام كهد لينو أما الدليل كالنظام كا إن كبنا يسان كسلا يسان إن لغو أغانا هيو إن مركا وحان ربنا إنا لهنو عالم كان طبيعة ذا وحال لغا قري بقلال بوغاغا إيا كتب كالدوان تاسو كل يقول لقب إيا أما عدين إيسا إن وحا عالم عالم الطبيعة وحا أولي هاي أو نظام كا أو نظام كا إذن مركا إنا نورك سير ديرينو وحبا مهيم ماها وحاويان إن ليها نوحانكو أرقنا نظام هبايسا وكونكو أسعضو هدايتا هاي عالم كالطبيعة كونكو قودهان أسعضو يقار لغو أغاذي محاكو لذا علم باريس للسمي يقار إن لهن نبا أنكو أرغني أقايب سميان تاسو هدي إيار أو خلاف أو كوي مادو أما إستبا مرقابك أو شقين إيسو محاكو لذا أونن كونكو سيجري كرين أونا سيسوان كرين طيب إن مقدمة دا واتحسي مقدمة دا لبادو عقلي أو حيلا دا هاي إن عقلي مركا أو ملاحظي أو إيغو نظام كا كونكو أو السعوده إيه نظام كواحة وكوكر لسيني هاي وحسابة يعني حساب سيدة اسكوول اللي ترانتي وصعوته قدر كأونا ماركتي دبان مرينين وقدرين هاي توازن كي إيه اللي ترانتي اسكوول اللي تراني هاي إيه وليبا انسجام كاكرد هاي أما إن محاكولا دا إن إسلا سعود كي إسلا جانقات كاكرد هاي عقل قوس مركب وحكومة هاي إن أرنتها السيداسة أين أدعي كرين أرن سدفة تسال أهان
sanadkii inuu 12 bilood yahay bish inay soo dambarid tahay saacadu inay 6 minit tahay in asbuuci inuu maaragtay in 7 bari yahay tusaale ahaan tan zamaniga ayo kale in maaragtay sanadku 4 fasal ka kooban yahay dayr gu jilaal iyo xaga in ama oo 3 bilood ama 6 bilood loo kala qaado 6 bilood roob iyo 6 bilood maxaan ku dhahdaa diraaca maxaan ku dhahdaa inay dabiicadda midtalan cimilada isbedelaysa mar inay qabow noqonayso mar kulayl noqonayso inay maaragtay isku dheelitiran tahay wabiyaasha sida ay u jeexan yihiin iyo sida buuraha dhulka ay ugu qotamaan turaabtan meel siman la dhulka meel siman la iyo dhulka meelo kala dheer la sida ilaahay buuraha uu ugu adkeeyay khaaliqaasu sida cirku u qurux badan yahay u qotoma isagoo tiir aanan u muuqanin oo tiir haya uunan jirin haddana xidigaha uu ilaahay ugu dhajiyo ugu qurxiyay iyo sida wabiyaasha iyo badaha loo uu khaaliqu u jeexay ama awooddaas ka dambeysa koonkan uu u jeexday oo ay u bilowday waxaas oo dhan iyo sida uu isku daba maraynin oo hadduu isdaba mari lahaa matalan maalin dhan ay noqon lahayd habeen uun jiri lahayn ayna nolosha u sii jiri karteen ama habeen dhan ay noqon lahayd oo maalin uun jiri lahayn sida nolosha aynan u jiri karteen yacni nidaamka uu ku socdo oo uu ku binaysan yahay haddii uu garab mari lahaa koonku ma sii socon kareen marnaba ma sii socon kareen waa uu baabi'i lahaa oo ma shaqayn kareen aqligu markaa wuxuu xukumahayaa inuu jiro inay jirto awood ka dambeysa arintan oo facaala oo qabanaysa abaabulaysa awooddaasoo qaadira oo awood leh weliba kaasoo awooddaasoo qaadira oo weliba cilmi badan iraado iyo maxaan ku dhahdaa maamul u saaxiiba doonitaan u saaxiiba qasad iyo si oola kacana u samaynaysa ayib waxaa sidoo kale caqligu u xukumayaa inay arintaa mustaxiil tahay si sudfa oo iska bilaasha inay ku socoto oo maaragtay la dhaho sudfa ayay ku dhacday calaa sabiil almithaal waxyaabaha nidaamka tusaale ahaan la gaadhay ee tajribada lagu gaadho xakamaynta diyaaradaha kale qofka mulxidka haddaad weydiiso diyaaraddu bilaa bayload ma socon kartaa bayloodku haddii uunan la lahayn xidhiidh maxadadii uu ka soo kacay iyo maxadada uu ku degahayo iyo labada maxada xiriirka dhexeeya iyo kolba meesha maraysa iyo irtifaaca hawada intay ku socoto iyo xajmiga uu ku wado haddii aynan jiri lahayn ma socon kartaa xatman wuxuu ku jawaabaya qofka mulxidka la idan haddii diyaaraddu ayn bilaa bayload soconaynin oo sudfa aynan ku soconaynin sidee buu caalamkan ka weyn maxaa ku dhahdaa ka nidaam badan ka shaqo badan qaabka weliba uu samaysan yahay ka cajiibsan tahay sidee bay bilaa awood iyo maxaan ku dhahdaa hadduunan jirin awood ka dambeyso caalamkan sida u wadaysa sidee caqligaagu u keenay idan saas darteed ba ragga culimada ah iyo filosofiyada iyo dakaatiirada iyo dadka aqoonta ula oo ka hadla ilxaadka ay yidhaahdeen ilxaadka mushkiladiisu waa mushkila maadiya bimacnaa waxyaabaha maqiibaadka oo qeybiyaadka ayuunan caqligoodu inta badan rumayn karin ama ay kasoo boodayaan laakiin waxyaabaha maadiga oo indhahooda ay ku arkayaan way rumaynayaan yacni mucdam alqaybiyaad maya ma rumayn karaan ilaahay waa wax maqan subxaana wa tacaala wax uu ku nigeeniyay aragtideennu haleeli karta ma aha dadka muminiinta ayaa dabcan kelimada ku socota qofka mulxidka sababtoo maba rumaysno jiritaanka eebaweyne uu jiritaanka eebaweyne inaan sugno ayaaban u fadhina tusaale ahaan aakhara way maqan tahay ma rumaynayaan malaa'igta way maqan tahay waa wax yacni waxyaabahan maqiibaadka ah oo nalo yaboohay ayuunan caqligoodu gaari karin ayib iska bada intaas sidee caqligeenu eebayaha eebaweynahaas uu u gaari karaa waxyaabaha ay soo dhigaan waxay tahay hadduu jiro maa la arko ayib haddii uunan ahayn la adri oo qofka mulxidka mulxidiintu aqsaam bay leeyihiin qeybay leeyihiin kuwa la adriyiin la dhaho ayaa ka mida oo dhah anagu ma ogin wamin akhtarihim markii ay dood socoto ama la rabo in aad kala hadasho jiritaanka eebaweyne qolada ugu adag weeyaan ayib marka caqligu wuxuu xukumayaa markii nidaamku soo u dhisan yahay iyo sida uun isku khilaafaynin iyo sida uu u haboon yahay ama tawaasunka ka jira aad eegto inay jirto awood ka dambeysa dabcan oo caqli ta'siirinaysa oo saameynaysa oo maamulaysa koonkaas ayib labadaas muqadimo waa labada muqadimo ama labada hordhac ee uu ka kooban yahay daliilka nidaamku wabitaali
ان suuragal ma aha nidaamka sida maaragtay u dhisan inuu ku yahay nidaam fawda. Hadduu fawda yahay, koonku ma jireen, wuu burburi lahaa, wuu iska hor imaan lahaa, bilcagsi bay noqon lahayd. Okay. Maado camya oo samya oo aan indhihii dhaga midna lahayn oo iska socota ma aha, ma dhici kartaba, sababta wuu burburi lahaa. Sida diyaaraduba haddii uuna jirin baylood wada iyo nidaam ay ku socoto oo maxaan ku dhahdaa u degsan socodka, nidaamka socodka iyo sayrka iyo hawo ku jiritaanka irtifaaca inta ay tahay iyo kolba cimilada lagu soconayo qaabka ay tahay iyo meesha ay ku degaysa cimiladeedu sida ay tahay, waxaasoo dhan haddaan la eegaynin aynan u socon karin. Wabitaali cilmiga ayaaba ku filan in la rumeeyo nidaamkanu inuunan ahayn mid ka fakan haya jiritaanka, mid naadima oo abaabulay. Nidaamkan waa mid naadimah oo ka dambeeyay inuu jiro, ama mid caalimahu ahaysiiyey. Sida caqliguba uu u xukumahayo wax walba oo mumkin ah, wax walba oo suuragala, in uu jiro mid ahaysiiyey oo ka dambeeya. Sababtoo ah waxaan odhan karaa bianna kulli mumkinin lahu cilatun muujidatun, wax walba oo samaysan ama samaysmi kara cilad ka dambeysa oo samaysa ayaa jira. Diyaarad iyo gaari samaysan, guri samaysan, waa in guriga uu jira nin dhisay oo injineerig, muhandis waa inuu jiraa. Diyaaradda waa inuu jiraa muhandis soo sameeyey, gaariga waa inuu jiraa muhandis sameeyey, warshadda dhisan waa inuu jiraa ee muhandis sameeyey. Idan caalamkan see u noqonaya sameeye la'aan marka, iyo abaabula la'aan see u noqonaya marka. Taasoo kale waa waxyaabaha badiihiyaadka caqliga lagu magacaabo, min albadiihiyaad, waxyaabaha lagu magacaabo badiihiyaadka, alcaqli albadiihi waxa la dhaho ayaa lagu fahmaa. Kitaabka Ilaahay marka ma ka sheekeeyey subxaanahu watacaala arinta iyada, daliilkan ah daliil alburhaan sunnada iyo qur-aanku waa ka sheekeeyaan. Qur-aanku wuxuu leeyahay sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq. Aayaadkan waxaan ka tusinaynaa aafaaqda iyo jihooyinka iyo maxaan ku dhahdaa dhinacyada nafaftoodana waan ka tusinaynaa si ay u gartaan inuu xaq yahay, say ugu caddaato inuu xaq yahay. Annahu alxaq, in nidaamkaas uu koonku ku socda inuu xaq yahay, say u gartaan. Tayib, sanurihim aayaatina fi laafaaq, maa hiya laafaaq? Bal sidii waagu usoo baryahay sida ay qoraxdu dhacaysa eeg. Ma waxaa jira dhicitaanka waaberiga iyo dhicitaanka qoraxda iyo waaberiga inay iska dhacdo, iska samaysato. Okay, hadday si sudfa iskaga samaysanto oo dabiicada maanta intay dabiic ahaan usoo baxdo ay dabiic ahaan u dhacdo, inay isla nidaamka laftiisa beri ku socoto maxaa keenay haddii aynan jirin awood ka dambaysa? Yacni bikulli basaada waxa weeyaan wax caqliga saliimka uu keeni karo. Tayib, xadiid fara badan iyo riwaayooyin kusoo arooray ayaa jira. Waxaa kale oo jira ishkaaliyaad lagu soo arooriyo oo gaar ahaan dadka mulxidiinta kuwooda ugu waaweyn ay kusoo arooriyaan. Tusaale ahaan, ninkii la odhan jiray David Hume oo filosof Ingiriisiga ahaa oo qoray buug la yidhaahdo Al-Muxaawaraat, ilaa lix ishkaal ama lix bushi ayuu kusoo aroorinayaa nidaamkan. Laakiin waa laga wada jawaabay, weliba bikulli basaada waa laga wada jawaabay. Ma raba marka inay xalaqadu dheeraato oo jawaabihii iyo sidii la isku qabqabsaday aan ka sheekeeyo, laakiin labada muqadimo ayay ku binaysan tahay, midna ay xisi tahay, midna ay caqli tahay. Wabitaali mas'alada xisiga ah iyo waxaad indhahaga ku aragto ayuunbay doodaydu tahay, ama jiritaanka iyo sugitaanka khaaliqa ay tahay. Ma rabo in aan dhaho qur-aanka ayay sidaa ku taala. Yacni markaan mas'alada caqliga sugo, waa laga yaabaa inaan qur-aanka ku adkeeyo oo wax qur-aanka arrinta iyada mistaaqeeda aan ka keeno. Laakiin dilidan aan ka hadlayo, horeyna looga soo hadlay, waa adilla caqliya bimtiyaas. Inta aan ka gaarayna daliilka labaad oo caqliga ah oo sugahaya, falsafada ah oo sugahaya
jiritaanka awoodda eebbaweyne iyo jiritaankiisa iyo maamulkiisa. xalaqadan inta ayaan ku gabagabaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.